مباشرة وناخذ المراكز المتقدمة، المراكز التي تبحث عن نيل الفوز والانتصار هنا في ميدان المرموم وفي مهرجان ولي عهد دبي. مباشرة إلى المركز الأول، مباشرة إلى الصدارة الأولى والمقدمة والمركز الأول. من يأتي في الصدارة بالمنافسة القوية بالتحدي المثير؟ هذا هو مشعل لأيضا الغبشي بن سهيل بالغبشي الشريفي. المركز الثاني ايضا مهرجان محمد بن علي بن الحميدي المنصوري. مرحبا براعي بن صغان، مرحبا ايضا القادم من الوثبة بهذه النوعيات الكبيرة والوصول من اشقر. سالم بن ايضا حمود بن ثعلوب الدرعي يتقدم راعي مرموق ليقدم لنا هذا الاسم. المركز ايضا هنا القادم، المركز الرابع في هذه اللحظات، المركز الرابع الوصول والدخول في رابع المراكز من مبدع سالم بن قريع بن روس العامري خذ المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، هذا مسموح لعبيد بن محمد بالدحبة. العفاري وصل، العفاري يتدخل خذ المركز الخامس. المركز السادس الوصول من جناد محمد بن عبد الله بن غدير الدرعي. المركز السادس، المركز السادس او السابع، السابع اللي وصل في هذه اللحظات هذا المشهر احمد بن محمد بن سليم العامري خذ المركز السابع. المركز الثامن وصل بن رشيد، وصل بن رشيد مع فياض محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي خذ المركز ايضا الثامن. المركز التاسع الوصول والدخول في تاسع المراكز من نشوان هلال بن عمير بن مران. المركز العاشر هو وصل الزام مطر بن سيب اللاحج الهاجري. هذه نتيجتنا اول اشواط الجعدان الانتاج. السيارة مع من سوف تذهب؟ غير مهرجان خذ المركز الاول، يحمل كنج الارقام، ياتي بالرقم 11، ياتي هنا محمد بن علي بن الحميدي يتقدم بن الحميدي المنصوري على المركز الاول على صدارة الاولى مع انطلاقة مهرجان. واليوم مهرجاني ولي عهد دبي يتقدم محمد بن علي بن الحميدي المنصوري. المركز الثاني الوصول هناك من مبدع سالم بن قريع بن روس العامري يقدم لنا الابداع الكبير، يقدم لنا الابداع المثير. وصل بن ثعلوب مع اشقر سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم هنا ايضا فياض لمحمد بن علي بن عبيد بن رشيد، ولكن دخول جديد، دخول من شعار بن طرشوم يتقدم في هذه اللحظات، يبحث عن فوز وانتصار، يبحث عن اداء مميز كما عودنا هذا الشعار دائما بالدخول المفاجئ وبانطلاقاته المميزه. يقدم لنا ايضا بن طرشوم النشمي لناصر بن صالح بن طرشوم العامري. هذه النتيجه غير مرموق ومهرجان منافسه قوية، وبن طرشوم مع النشمي يقدم انطلاقة مميزة ايضا في اندفاعة الكيلومتر الاخير. العملاق العيناوي واصل، العملاق العيناوي مع معوض المبارك بن مظفر بن محمد العامري وصل ايضا بانتاجه الشهير بتحدياته المثيرة. الدخول من الرسمي سعيد بن فارس بن علي الخاطري وصل، ولكن معوض 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 مبارك بن مظفر بن محمد العامري يتقدم في المركز الاول بالاداء الكبير. غير على المركز الاول، الى وين السلام؟ الى هالي العين. النشمي تحرك النشمي على المركز الثاني، ولكن معوض معوض يتقدم، معوض المركز الاول. ياتي مبارك بن مظفر بن محمد العامري بن طرشوم، بن طرشوم يقدم النشمي، يقدم النشمي ناصر بصالح بن طرشوم العامري
العامري غير الصدارة، العامري على المركز الأول، على الصدارة الأولى، على مقدمة هذا الشوط. هذا هو النشمي ناصر بن صالح بن طرشوم العامري. سلام بن طرشوم، سلام، سلام العين، سلام، سلام الوقن، سلام. ما شاء الله تبارك الله، لحظات الوصول إلى زاخر، إلى زاخر، لحظات الوصول. المركز الثاني وصل فيه معوض لمبارك بن مظفر محمد العامري. المركز الثالث كان دخول غزال مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي. المركز الرابع وصول ايضا اللي هو مبلش احمد بن نصيب الويع العامري. المركز الخامس مهرجان محمد بن علي بن الحميدي المنصوري. هكذا مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، النشمي لناصر بن صالح بن طرشوم العامري يفوز ايضا في هذا الشوط اول يا اشواط الجعدان للانتاج بخمس دقائق 55 ثانية وتسعة اجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز الذي قدم ايضا النشمي. المركز الثاني كان معوض لمبارك بن مظفر بن محمد العامري، حيث قطع مسافة السباق 5 دقائق 57 ثلاث اجزاء من الثانية. تهانينا للعملاق العناوي على هذا الفوز، بينما اللي خذ المركز الثالث كان الغزال مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي، حيث خذ المركز الثالث وقطع المسافة في ايضا هناك 6 دقائق و3 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس ايضا على فوز الغزال لمطر بن مبارك بن محمد الوهيبي. تهانينا والناموس للجميع.